السلام عليكم، نحن مدارس الوطن العربي معلمات الصف الأول. سنبدأ اليوم بشرح درس الرياضيات وهو الطرح. نستمع لهذه القصة. كان مع أحمد 9 كرات، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. أعطى أحمد صديقه 5 كرات، 1، 2، 3، 4، 5. كم بقي مع أحمد؟ 4 كرات. العدد 1، 2، 3، 4. 4 كرات. إذن نقص عدد الكرات مع أحمد. الطرح يعني نقصان. الطرح يعني نقصان. الآن سنبدأ بحل بعض الأمثلة. 9 ناقص 5 ويساوي 9 ناقص 5 يساوي 4. 9 ناقص 5 4. 8 ناقص 4 ويساوي 4. 6 ناقص 5 ويساوي 1. 10 ناقص 4 ويساوي 6. 7 ناقص 3 ويساوي 4. 6 ناقص 3 ويساوي 3. الآن الجمع العمودي يا أطفال لا يختلف عن الجمع الأفقي، فقط ترتيب الأرقام. نبدأ. 10 ناقص 5 ويساوي 5. 11 ناقص 7 ويساوي 4. 9 ناقص 9 ويساوي 0. الآن سنأخذ الطرح. من ضمن العدد 18. 16 ناقص 8. هل أستطيع حساب هذه المسألة على أصابعي؟ أكيد لا، طبعا لا. سنجرب بطريقة أخرى. نضع جسر من الرقم الصغير 8 إلى 16. 16 ناقص 8. نعد. 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16. سنعد هذه الشحطات. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. الجواب 8. مثال آخر. 17 ناقص 9. نضع الجسر. 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17. إذن العدد هو 8. 17 ناقص 9 ويساوي 8. مثال آخر. 14 ناقص 7. نضع الجسر. 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14. نعد. 7. الجواب 7. 15 ناقص 9. نضع الجسر. 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15. الجواب 6. سنكتب الآن واجب يوم الأحد يا أطفالي. واجب يوم الأحد. واجب يوم الاثنين. واجب يوم الثلاثاء. الأربعاء. الخميس. شكرا لكم على